السلام عليكم، هذا الامتحان الأول على النهايات، إن شاء الله ننزل الإجابة المساء، فحلوا الامتحان هذا، وإن شاء الله ننزل 5 امتحانات، 5 على الوحدة الأولى، 5 على الوحدة الثانية، و5 على الوحدة الثالثة مع شرحهم، وبعدين راح ننزل كمان على المادة كاملة. هاي آخر شيء عند الخط الأخضر، هذا هاي الامتحان.